طلاب وطالبات تعليم عن بعد الاقتصاد المطور، طلاب المستوى الرابع المقرر مدخل الاقتصاد الاسلامي. اهلا بكم في لقاء حي جديد من لقاءاتنا الحيه لهذا المقرر، وهو اللقاء الحي السابع، وهنستكمل فيه شرحنا لهذا المقرر. لكن دايما تعودنا ناكد على الصوت في البدايه. شباب، ان الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ تمام، واضح. بعد ما نبدأ على بركة الله، كنا بنفكر يا شباب ان احنا توقفنا في اللقاء السابق عند صفحة 34 من المذكرة الموجودة على المنتدى المقرر، مذكرة المقرر الموجودة على المنتدى المقرر. توقفنا عند صفحة 34، وهنتكلم تحديدا النهاردة على السوق. والسوق بالتعريف العام او بالتعريف بالمفهوم الاقتصادي كلكم عارفينه، لكن اللي بيهمنا اكتر هو التعريف بالمفهوم الاقتصادي. السوق في المفهوم الاقتصادي يا شباب، خلينا نقول التعريف العام اللي كلنا عارفينه، ونقول التعريف الحديث اللي بيتمشى مع التطور ووسائل الاتصالات الحديثه وغيرها. هنقول تعريف السوق بشكل عام، ونقول التعريف بالمفهوم الاقتصادي اللي هو بيهمنا اكتر. تعريف السوق بالمفهوم العام كلنا عارفينه، فبنقول السوق هو عباره عن المكان الذي يلتقي فيه البائعون بالمشترين او بالمشترين لتبادل السلع والخدمات. المكان اللي يلتقي فيه البائعين والمشترين لتبادل السلع والخدمات، ده المفهوم العام للسوق اللي كلنا عارفينه. لكن المفهوم الاقتصادي بقى بيهمنا اكتر. ليه؟ تعريف السوق بالمفهوم الاقتصادي يا شباب بنقول هو عباره عن امكانيه التقاء البائعين بالمشترين لتبادل السلع والخدمات وعناصر انتاج دون ان يشترط مكان معين. دون ان يشترط يا جماعه مكان معين، يعني المفهوم الحديث بيتمشى مع التكنولوجيا الحديثه ووسائل الاتصال الحديثه، لان في حاجة اسمها تسوق إلكتروني، في تسوق عبر الهاتف وغيرها. وبالتالي المفهوم ما بقاش ضيق زي الأول، لا، المفهوم بقى يشمل إمكانية التقاء وليس مكان، ده لأنه لا يشترط المكان ولا الزمان. إمكانية التقاء البائعين بالمشترين لتبادل السلع والخدمات وعناصر الإنتاج دون أن يشترط لمكان ولا زمان. الحقيقة ولا مكان ولا زمان، لأن أنت في أي لحظة وفي أي مكان في أي زمان تقدر تتسوق الكترونيا او عبر الهاتف، مش شرط وجود مكان او زمان. ده المفهوم اللي بيهمنا يا شباب، اللي هو المفهوم السوق بالمفهوم الاقتصادي الحديث، ده هو اللي بيهمنا ان احنا نعرفه اكتر. يجي حاجه اقول لك صح ولا خطا، مثلا يشترط في تعريف السوق بالمفهوم الاقتصادي يشترط توفر مكان او زمان معين. طبعا غلط، لا يشترط توفر مكان او زمان معين بالمفهوم الاقتصادي الحديث. يدي لك اختيار متعدد فانت تبقى عارف أو تبقى عارفة المفهوم الاقتصادي للسوق بالشكل الحديث، لا يشترط لا مكان ولا زمان. يعني حتى ممكن نضيف نقول لا مكان معين ولا زمان معين، لأن أنت في أي مكان وفي أي زمان معين تقدر تتسوق إلكترونيا، يبقى لا يشترط لا مكان ولا زمان، لا مكان ولا زمان. لكن في تعريفات أخرى للسوق مش هتهمنا الأول الحقيقة، لكن خلينا نقول هو السوق دي إيه الوظائف بتاعته؟ ما هي وظائف السوق يا شباب؟ ما هي الوظائف الرئيسية اللي بيأديها السوق؟ في طبعا وظيفتين، في وظيفتين: التمكن او التمكين من تبادل السلع والخدمات بين الافراد والمجتمعات، ثانيا امكانيه التقاء البائعين بالمشترين اللي هم الطرفين، يعني الطلب والعرض، الجانب اللي بيمثل الطلب اللي هم المشترين والجانب اللي بيمثل العرض اللي هم البائعين. دي وظائف السوق باختصار. انواع السوق يا شباب، طبعا انتوا درستوا في مبادئ الاقتصاد الجزئي، درستوا انواع الاسواق بمسائل بمعادلات برسوم بيانيه في مبادئ الاقتصاد الجزئي، لكن وبالكلام النظري حتى اللي ناخده برضه مر عليكم قبل كده في مبادئ الاقتصاد الجزئي في المستوى الثاني. انواع السوق في الاقتصاد الوضعي، يعني الاقتصاد الوضعي يعني الاقتصاد اللي هو من وضع الانسان، الاقتصاد الوضعي الاقتصاد وضع الانسان زي الاقتصاد الراسمالي مثلا، اقتصاد وضع الانسان وليس مرجعيته الشريعه الاسلاميه زي الاقتصاد الاسلامي. فالاقتصاد الوضعي زي الاقتصاد الراسمالي مثلا. يا ترى ايه انواع الاسواق في الاقتصاديات الوضعيه سواء راسمالي ولا اشتراكي؟ ما هي انواع الاسواق؟ خلينا نقول ان طبعا السوق ليه دور كبير جدا يا جماعه في الاقتصاد الراسمالي، خصوصا من خلال العديد من القرارات التي يتخذها الافراد. ولكن في انواع او في اشكال، يعني بنسميها انواع او اشكال للاسواق في الاقتصاد الوضعي. في عندنا انواع او اشكال للاسواق في الاقتصاد الوضعي، في عندنا اربع انواع من الاسواق. في عندنا كم نوع من السوق يا جماعه؟ اربع انواع من الاسواق.
هم أربعة، منهم اتنين أسواق منافسة ومنهم اتنين أسواق احتكار. يبقى هم أربعة منهم اتنين أسواق منافسة وفي اتنين أسواق احتكار. يا ترى إيه الفرق بين كل سوق التاني؟ يا ترى هل الشروط والخصائص أو المواصفات أو السمات، خصائص سمات مواصفات شروط كل سوق من الأسواق دي متشابهة مع بعضها ولا في اختلاف؟ فبتيجوا بقى نتعرف كده مع بعض على كل سوق من الأسواق الأربعة ونشوف الشروط هتختلف ما بين كل سوق التاني أو الخصائص بتاع كل سوق هتختلف عن التاني أو شروطه أو سماته. خلينا نبدأ مع بعض يا شباب بأول نوع من الأسواق، يعني هنتكلم على اثنين، سوقين منافسة وسوقين احتكار. السوق المنافسة، في سوق المنافسة التامة أو الكاملة، ده السوق الأولاني. في سوق المنافسة الاحتكارية. أما سوق الاحتكار في اثنين، سوق احتكار القلة وسوق الاحتكار التام أو الكامل أو البحت بيسموه تحت بالتاء. خلينا نبدأ مع واحد واحد من الأربعة دول يا شباب ونشوف إيه الخصائص أو الشروط أو السمات أو الصفات لكل سوق من هذه الأسواق. السوق الأولاني هو سوق المنافسة التامة أو الكاملة، احنا في صفحة 34 من المذكرة. أول سوق، سوق المنافسة التامة أو الكاملة يا شباب، السوق ده ليه خصائص معينة. والمعلومة اللي عايزين نعرفها كمان أن هذا السوق هو سوق نموذج افتراضي نظري. سوق المنافسة التامة أو الكاملة هو سوق نظري أو نموذج افتراضي نظري، يعني مش موجود في الواقع بنسبة 100%، إنما في أسواق بتقترب ليه لكن 100% مش هنلاقيه موجود في الواقع. مش هنلاقيه موجود في الواقع بنسبة 100% سوق الايه؟ المنافسة التامة او الكاملة ده يا شباب. اول خاصية من خصائص هذا السوق الا وهو المعرفة التامة باسعار السلع والخدمات. طب هم ليه حطوا السوق ده كافتراضي نظري؟ يعني على الورق موجود، على الورق مش موجود في الواقع بنسبة 100%، في اي نعم اسواق بتقترب ليه لكن هو مش سوق واقعي 100%. حطوه علشان العلماء يبسطوا الموضوع بتاع الاسواق ويقدروا يفهموا الاسواق الواقعية اللي هي اكثر تعقيدا. يعني هو تحط شيء مبسط كده، افتراض مبسط، نموذج افتراضي مبسط علشان يقدروا يفهموا الأسواق الواقعية اللي هي الأكثر تعقيدا. خصائص السوق بتاع المنافسة التامة أو الكاملة ده اللي هو نموذج افتراضي نظري يا شباب، أولا المعرفة التامة بأسعار السلع والخدمات. الكل عارف أسعار السلع والخدمات، ليس سر مخفي، يعني البائعين عارفين السعر والمشترين عارفين السعر، بل الأسعار معلنة، بل إن الجميع كله الاسعار بتبقى منشوره اللي بيحددوه ده. اللي بيحدد السعر في الحاله دي في سوق المنافسه التامه والكامله هي اليه السوق او قوى العرض والطلب. قوى العرض ايه يا جماعه؟ الطلب. ثانيا من خصائص هذا السوق هي حريه الانتقال. حريه الانتقال لعناصر الانتاج طبعا من مكان الى اخر دون تكاليف، لكن حريه الانتقال دي شيء يعني المقصود بها تكون الانتقال المجاني لعناصر الانتاج والكلام ده كله. طبعا ده حاجه مش واقعيه قوي لكن هو افتراضي نظري. يعني حريه الانتقال، حريه الانتقال ايه؟ لكل عناصر الانتاج بقى، سواء موارد بشريه، موارد ماديه، موارد انتاجيه او عناصر انتاج او غيرها. ده افتراض ايضا او خاصيه من خصائص السوق المنافسه التامه. الخاصيه الثالثه يا شباب حريه الدخول للسوق والخروج منه. يعني ايه؟ يعني في حريه تامه في الدخول والخروج من السوق، سواء كنت منتج او مشتري او بائع، بائعين او مشترين، عندكم حريه في الدخول والخروج من السوق. بمعنى مفيش تصاريح لدخول هذا السوق، مفيش رسوم هتدفعها وانت داخل او انت خارج في هذا السوق. رابعا او خاصيه الرابعه شباب تجانس الوحدات من السلعه والتشابه التام بينها. يعني في تجانس تام في وحدات السلعه المنتجه، يعني كل السلع شبه بعضيها بالظبط. طبعا برضو الحاجه دي مش واقعيه اكتر، لان لو فرض مثلا واتكلمنا على سلع بيتم انتاجها، السلع مش بنلاقيها متشابهه بنفس الشكل، يعني شركات مختلفه بتنتج نفس السلعه لكن الايه المنتجات مختلفه. لو ادي لك مثال، لو في مصنع لانتاج الحديد والمسامير والحاجات الاغراض اللي هي خاصه بالنجاره او المسامير عموما يعني، وفي مصنع تاني بينتج نفس اشكال المسامير لكن ربما تختلف الجوده، ربما تختلف مواصفات معينه لكن هي نفس الشكل، لكن التجانس تام لا مش هنلاقيه موجود الحقيقه. لو في مزارع بينتج طماطم او بينتج صنف معين من الطماطم في جده مثلا، وفي مزارع اخر في الرياض بينتج نفس الصنف من الطماطم، هل هنلاقي المنتج متشابه ومتجانس تماما؟ اكيد لا طبعا يا شباب. وبالتالي ده افتراض نظري برضه من خصائص هذا السوق، هو تجانس الوحدات الايه؟ المنتجة من السلع والتشابه التام بينها. الخاصية اللي بعد كده يا شباب، احنا قلنا مين اللي بيحدد السعر؟ الطلب والعرض.
وبالتالي في السوق دوت بيفترض وجود عدد كبير من البائعين والمشترين. يعني مين اللي بينتج السلعه؟ كتير جدا. طب مين اللي بيشتري السلعه؟ كتير جدا. فالطرفين كتار جدا. يا ترى مين اللي بيحدد السعر؟ للمنتجين ولا البائعين بيحددوا السعر؟ للمنتجين ولا البائعين ولا المشترين؟ ولا البائعين ولا المشترين مش بيحددوا السعر. امال مين اللي بيحدد السعر؟ السعر بيترك ليه؟ لآليه السوق هي اللي بتحدد السعر، قوى العرض والطلب، جهاز الاسعار او جهاز الاسمان او قوى العرض والطلب او آليه السوق، هي دي كلها مسميات واحده لقوى العرض والطلب اللي هي بتحدد اسعار السلع والخدمات. يبقى وجود عدد كبير من البائعين والمشترين بحيث لا يؤثر اي فرض على المعروض من السلع او على المطلوب منه، وبالتالي الاسعار بتحدد فين بقى؟ ترك الاسعار تحدد عن طريق قوى العرض والطلب، وبالتالي عدم التدخل لتحديد السعر. وبالتالي طبعا مكتوب عندك غلط في المذكره، وبالتالي وباء ألف لام ت لام ي. ده السؤال الاولاني يا شباب، مظبوط اللي كتبه، يعني الكلمه مظبوطه كده، وبالتالي اللي كتب الكلمه الاستاذ عبير كتبت الكلمه صح، هي بشرى، وبالتالي مظبوط. رقم 2 يا شباب، احنا في صفحه 34، اخر حاجه في صفحه 34. سوق الثاني هو سوق منافسه برضو، بس اسمه سوق المنافسه ليه يا شباب؟ الاحتكاريه. سوق المنافسه ليه؟ الاحتكاريه. اذا كنا بنقول على سوق المنافسه التامه والكامله اللي احنا قلناه من شويه، هو سوق نموذج افتراضي نظري، يعني مش موجود في الواقع بخصائصه 100%، فاحنا هنقول بقى على سوق المنافسه الاحتكاريه هو اكثر انواع الاسواق انتشارا في الواقع. نقول تاني، سوق المنافسه الاحتكاريه هو اكثر انواع الاسواق انتشارا في الواقع. يا ترى خصائص هذا السوق، سوق المنافسه الاحتكاريه، هتتشابه ولا هتختلف في كل خصائصها، ولا هتتشابه في بعض خصائصها عن السوق اللي قبله؟ يبقى اذا يا شباب، سوق المنافسه الاحتكاريه هو منافسه بس فيها نوع من الاحتكار في اشياء معينه في تمييز السلع. هنقول دلوقتي بقى خصائص هذا السوق عشان نتعرف عليه. الناس اللي بتسال يعني ايه منافسه احتكاريه، هنتعرف على خصائص هذا السوق ونشوفه بيختلف عن سوق المنافسه التامه او الكامله ولا لا. اولا، كثره عدد البائعين والمنتجين، او البائعين والمنتجين والمشترين، يعني كثره عدد البائعين والمشترين، تمام، او المنتجين والمشترين، او البائعين والمنتجين والمشترين كتار جدا. طب الخاصيه دي اختلفت عن خصائص السوق المنافسه التامه والكامله؟ لا، نفس الخاصيه. طيب طالما نفس الخاصيه، مين بقى اللي يحدد السعر هنا يا شباب؟ عدد كبير جدا من المنتجين او البائعين يعني، وعدد كبير جدا من المشترين. يا ترى مين اللي يحدد السعر هنا برضو؟ لا، اللي بيحدد السعر هي آلية السوق اللي هي قوى العرض والطلب برضو، او جهاز الاسعار او جهاز الاسمان. لكن ايه بقى؟ بيكون في تاثير للدعايه والاعلان على اختلاف الاسعار شويه، لكن السعر المتوسط العام للسعر كل الناس بتدور حوالين سعر معين، لكن تلاقي واحد زايد شويه، واحد ناقص شويه. هندي مثال، لو في مثلا شركات لانتاج العصير او العصائر كلهم بيدوروا حوالين متوسط سعر معين، تين مثلا 7 ريال للعلبه او 8 ريال، فبتلاقي واحد بيبيع ب 9، واحد بيبيع ب 8.5، واحد بيبيع ب 7.5، واحد بيبيع مش عارف ب 8 ب 8 وشويه. فمين اللي حدد المين؟ مين اللي حدد المتوسط؟ المين اللي هو المتوسط؟ مين اللي حدد متوسط سعر علبه العصير مثلا؟ فاللي محدد متوسط سعر علبه العصير هو آلية السوق. لكن الاختلافات دي جت منين يا شباب؟ الاختلافات جت لتأثير الدعاية والإعلان في اتخاذ القرارات التسعيرية. بيبقى في أثر للدعاية والإعلان في اتخاذ القرارات التسعيرية. تمام كده يا شباب؟ أثر للدعاية والإعلان في اتخاذ القرارات التسعيرية. دي خاصية من خصائص السوق، إن ليه في أثر للدعاية والإعلان في اختلاف أو في اتخاذ القرارات التسعيرية ما بين الشركات أو ما بين المنتجين وبعضهم. يا ترى إيه الخاصية اللي ما قلناهاش تاني؟ التمايز. طبعا الخاصيه دي بتختلف شويه عن الخصائص بتاع سوق المنافسه التامه او الكامله. الخاصيه الثالثه شباب هي التمايز وعدم التجانس التام لوحدات السلع المنتجه. ترتيب الخصائص مش مهم، يعني ترتيب الخصائص انا مش مهم. التمايز، يا ترى الخاصيه بتاع التمايز وعدم التجانس التام لوحدات السلع المنتجه متشابهه مع سوق المنافسه التامه ولا الكامله اللي قلناه من شويه؟ لا، بيختلف. هناك كان في تجانس تام، لا هنا في تمايز، في اختلاف وعدم تجانس تام لوحدات السلع المنتجه. يبقى اذا سوق المنافسه الاحتكاريه بيختلف برضه في الخاصيه دي عن خصائص سوق المنافسه التامه او الكامله. اخر طبعا الخاصيه بعد كده، اثر الدعايه والاعلان في اتخاذ القرارات التسعيريه، دي شرحناها. الخاصيه اللي بعد كده الرابعه، انخفاض القيود في الدخول للسوق والخروج منه. يعني في
في طب السوق المنافسه التامه كان فيه قيود؟ لا، كان فيه حريه تامه في الدخول والخروج من السوق. طب هنا في قيود او في شروط للدخول والخروج او في معوقات؟ ايوه في ايه يا شباب؟ في انخفاض، في قيود بس منخفضه، قيود يمكن تجاوزها. قد تكون القيود ديت عباره عن تصريح تطلعه، عايز تعمل مصنع عصير انت تاني لازم تطلع تصريح وتشوف شروط تاسيس المصنع ايه، او رخصه تطلعها، او تصريح، او رسوم تدفعها، وهكذا. بس في قيود ولا ما فيش؟ فيه، ولكن قليله يمكن اجتيازها. واضح يا شباب؟ دي كانت سوق المنافسه الاحتكاريه، وهي اكثر اسواق انواع الاسواق انتشارا في الواقع. طب يا ترى في امثله ليها في الواقع؟ هنقول بقى ان السوق دي اكثر انواع الاسواق انتشارا في الواقع، بينطبق عليها معظم السلع والخدمات في حياتنا. السلع اللي تتمثل في الاكل والشرب والملابس والجوالات، الموبايلات والسيارات والزيوت والعطور والمنظفات، ويعني معظم السلع والخدمات اللي معها الملابس والى اخره، فبينطبق عليها سوق الملاء. شركات الاتصال هتندرج تحت السوق اللي هنقوله دلوقتي بقى، سوق احتكار القلة، ما حدش يلخبط. شركات الاتصال لا، هنقولها بقى احتكار قلة، سوق احتكار قلة اللي هي اللي جايه بقى، فما تنطبقش عليها المنافسه الاحتكاريه. واضح يا شباب؟ ندخل بقى على فاضل لنا سؤالين. احنا شرحنا اثنين منافسه، فاضل لنا اثنين احتكار. اثنين الاحتكار هم ايه بقى يا شباب؟ عندنا سوق احتكار قله، وعندنا سوق احتكار تام او كامل. يبقى سوق احتكار قله وسوق احتكار تام او ايه؟ او كامل. يا ترى هيختلفوا وهيتشابهوا ولا هيتشابهوا مع الاسواق اللي قبليهم؟ ولو اختلفوا هيختلفوا في ايه؟ ايه صفات السوق بتاع احتكار القله ده؟ بيتصف بايه؟ ايه خصائصه؟ ايه شروطه؟ اولا، وجود عدد قليل من البائعين او المنتجين. وجود عدد يا جماعه قليل من البائعين او المنتجين، يعني في كم واحد بينتج السلعه؟ قليلين، 3 4 5 زي شركات الطيران المحليه داخل السعوديه، مش فقط الطيران المحليه، تلاقيهم 3 ولا 4 بالكثير. شركات الاتصالات هتلاقيهم 3 او 5 بالكثير. طيب تفتكروا بقى في الحاله دي يا شباب، مين اللي بيحدد السعر؟ مين اللي بيحدد السعر يا شباب؟ مين اللي بيحدد السعر في الاحتكار القلة؟ أكيد هم المنتجين، لأن عددهم قليل، بالتوافق مع بعضهم بيحددوا الأسعار، وبيتوافقوا في موضوع تحديد الأسعار بل في الأرباح أحيانا. تحديد الأسعار بيكون من خلال إن كل بائع من أو منتج من الآخرين بيتأثر بسياسة الآخرين التسعيرية. أنا هاخد أقرب مثال، شركات الاتصالات مثلا. لو فرض إن هم المعروفين والمشهورين ثلاث شركات، في شركة منهم عملت عرض مثلا على سعر الدقيقه، مين اللي بيحدد الاسعار اولا؟ هم الشركات الاحتكاريه دي. هم مش قليل السوق هنا بقى، الشركات الاحتكاريه المحتكر هنا اللي بيحدد. طيب لو في شركه منهم عملت عرض على سعر الدقيقه مثلا، هل الشركات الثانيه تقول خلاص ماليش علاقه بهذا الموضوع، ليس لي علاقه بهذا الموضوع، ولا هيتاثروا بهذا القرار؟ هيتاثروا بهذا القرار اكيد، وهتلاقيهم هم كمان بيعملوا عروض بس بيحاولوا يخلوها تختلف عن عروض الشركة دي علشان ما يأثروش على أرباح بعض، وبالتالي المستهلك يروح يشوف الشركة الأولانية اللي هي عاملة عرض مختلف عن الشركة الثانية، مختلف عن الشركة الثالثة، يعجبوه الثلاث عروض، يروح شاري الثلاث خطوط بتاع الثلاث شركات، ويبقى الشركات ما خسرتش، والمستهلك هو اللي عمال يدفع. المستهلك هو اللي عمال يا جماعة يدفع. واضحة دي؟ ما هو واقع ده، يعني واقع ده في الاحتكار بصفة عامة الكلام ده موجود. فبتلاقي العروض بتختلف، وبالتالي المستهلك بيقع في حيرة، العروض كلها بتعجبه لأنها مختلفة عن بعضها في شويات، فيروح شاري الثلاث عروض، وبالتالي الشركات تربح وما بتخسرش بهذه الطريقة. دي سوء احتكار القلة شوية. طبعا احنا قلنا اللي بيحدد السعر هم المحتكرين اللي بيتأثروا بقرارات بعض في هذا الموضوع. ده كان السوق الثالث يا شباب، ألا وهو سوق احتكار القلة، وخدنا أمثلة عليه زي شركات الاتصالات وشركات الطيران مثلا. السوق الرابع والأخير، يا شباب، هو سوق الاحتكار التام أو الكامل أو البحت، البحت بالتاء. سوق الاحتكار التام أو الكامل أو الإيه؟ أو البحت. إيه ترى بقى السوق ده؟ يعني إيه السوق ده؟ يعني عبارة عن إيه؟ خصائصه إيه؟ هنقول بقى يقصد بيه الاحتكار التام أو البحت أو الكامل، يقصد بيه انفراد منتج وحيد قادر او يستطيع فرض السعر الذي يريده، مع عدم وجود سلعة بديلة
لسلعته، وهو طبعا اللي بيحدد السعر والكمية والجودة وكل حاجة. وانا شباب طبعا زي ما انتم بتقولوا في شركات زي خلينا نقول في الحاجات القريبة شركة الكهرباء، شركة المية، يعني في حاجات أمثلة وانتم بتقولوا عمالين تقولوا أمثلة كتيرة لهذا الموضوع، في أدوية معينة بيبقى في شركات محتكرة فيها وهكذا. احتكار تام. وبناء عليه دول الأربع أصواف اللي موجودين من خلال تقسيمات الاقتصاد الوضعي، اللي هي إيه بقى؟ سواء المنافسة وسواء الاحتكار. وشوفنا خصائص كل واحد منهم وعرفنا الخصائص بتاع كل سوق من هذه الأسواق. طب تيجوا بقى نشوف ده كان في الاقتصاد الوضعي بيقسموا الأسواق الأربع أسواق اللي قلنا عليهم. في بقى نشوف بقى موقف الاقتصاد الإسلامي من هذه الأنواع من الأسواق. نشوف موقف الاقتصاد الإسلامي يا ترى بيوافق على هذه الأنواع كلها من الأسواق ولا إيه الموقف يا ترى؟ متابعين معايا شباب والصوت واضح ولا في أي مشكلة؟ متابعين معايا والصوت واضح ولا في أي مشكلة؟ أنا محمد اللقاء السابع، فالمفضل لنا خمس لقاءات أخرى. في ثلاثة أسابيع كمان هيبقى فيهم ثلاث لقاءات، وهم هيدونا فرصة إن إحنا نعمل لقاءين كمان، يعني غالبا أنا بنحدد لقاءين بس هم لسه ما حددناش المواعيد اللي هنحدد فيها اللقاءات، بس إحنا في ميعادنا يوم الثلاث 8:30. لو في أي مواعيد أخرى هتضاف هيتم إضافتها إن شاء الله عز وجل، برضو عن خلال المنتديات وهتعرفوا لو في مواعيد إضافية في الأسابيع اللي جاية إن شاء الله. تعالوا بقى نشوف يا شباب ما هو موقف الاقتصاد الإسلامي من هذه الأنواع اللي في الأسواق في الاقتصاديات الوضعية زي الاقتصاد الرأسمالي. فبنقول موقف الاقتصاد الإسلامي من هذه الأنواع، أولاً يحرص الاقتصاد الإسلامي على أن تكون هناك سوق منافسة تامة وكاملة، لكن لا يقر بعض الشروط التي تعتبر غير واقعية، مثل الكثرة من المنتجين والمستهلكين، وهذا الشرط قد لا يمكن تحقيقه. يعني بيقول لك ان الشروط كلها في شروط غير واقعيه، اللي هي حريه انتقال لعناصر الانتاج دون تكاليف، اللي هي تجانس وحدات السلع التجانس التام، يعني في شروط بيعترض عليها كسوق افتراضي نظري. فينادي بعض بان تكون هناك حريه، لكن هذه الحريه ايضا لا تكون حريه مطلقه، فبتكون حريه طالما بنتكلم على اقتصاد اسلامي اكيد حريه من ضابط الضوابط ايه؟ جايه من الضوابط دي مرجعيتها ايه؟ اكيد الشريعه الاسلاميه. ايضا عدم وجود اي انواع من التكتلات لطرد الاسعار تتحدد عن طريق قوى العرض والطلب. الاقتصاد الاسلامي بيوافق على كده ان مفيش حد يتحكم في السعر، وان السعر يتحدد بقوى العرض والطلب. ايضا المكان لا ينبغي ان تستاثر به فئه دون اخرى، بل يترك الحريه للجميع. ايضا المعرفه التامه باحوال السوق من حيث الاسعار والكميات والاهتمام بجوده السلع وانواعها. لا نفهمها اكتر ما نحفظها، يعني فهنا نعرف ان الكلام ده مين اللي قاله في الاقتصاد الاسلامي. وبالتالي تقر الشريعه الاسلاميه المنافسه المشروعه. هنا بقى نقطه مهمه جدا، يا ترى الشريعه الاسلاميه بتقر ايه بقى؟ بتقر المنافسه المشروعه، وينبغي تحقيقها، واذا كانت منافسه غير مشروعه فان الاقتصاد الاسلامي يمنعها ويرفضها. يبقى لازم تكون منافسه يا جماعه مشروعه. اما ده في المنافسه، اما في الاحتكار، اما بالنسبه للاحتكار يا شباب، يا ترى الاقتصاد الاسلامي بيقر الاحتكار؟ الفهم يا شباب، الفهم حتى لو في حاجه بتحتاج حفظ فالفهم بيسهل حفظها، واضح كده؟ وانتم شباب فاهم، يعني في حاجات بتحتاج حفظ بس بناء على فهم وهكذا، لكن الفهم بيسهل عليك. لو في معلومه محتاجه تتحفظ الفهم بيسهل عليك الحفظ. بالنسبه للاحتكار الشباب، هل يقر الاقتصاد الاسلامي بالاحتكار او بوجود الاحتكار؟ لا يقر الاقتصاد الاسلامي الاحتكار بمختلف انواعه لما فيه من اضرار، لان الاحتكار بيؤدي الى اضرار، والاحتكار محرم بالقران والسنه. مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ، من احتكر فهو ايه؟ فهو خاطئ. طيب وبناء عليه شباب عرفنا رأي الاقتصاد الإسلامي في المنافسة وفي الاحتكار، وإن هو بيمنع الاحتكار وبيرفض الاحتكار بكل أشكاله لما فيه من أضرار. خلينا بقى نشوف هل الاقتصاد الإسلامي بيضع ضوابط للسوق وتعاملات الأسواق في الاقتصاد الإسلامي؟
يا شباب في ناس بتشتت نفسها الاختبار واخر ماده واول ماده، نركز في الشرح يا شباب، نركز في الشرح، احنا بنقول كل معلومه في وقتها. اما الاختبار فانتوا اكيد عارفين جدولكم، انا ما اعرفش جدول اختبارات، انا ما اعرفش جدول اختبارات. بنسهل وبنبسط المعلومه والكلام اللي انتوا بتقولوه ده كله بنعمله ان شاء الله. يعني التركيز هيخليك تلاقي كل حاجه سهله في طريقكم باذن الله. خلينا نكمل بقى يا شباب، يا ترى السوق الاحتياط الاسلامي بيشتغل كده بشكل عشوائي؟ بيشتغل بشكل عشوائي ولا ليه ضوابط؟ اكيد في ضوابط، والضوابط هتكون جايه من الشريعه الاسلاميه. اذا لازم نتعرف على الضوابط اللي بنحطها للاقتصاد الاسلامي لتنظيم الاسواق وتنظيم عمل الاسواق عشان تشتغل بكفاءه عاليه، عشان الاسواق تعمل بكفاءه اقتصاديه وكفاءه عاليه ويكون في تحسن في اداء الاسواق. ففي ضوابط اكيد للاسواق في الاقتصاد الاسلامي. يا ترى هي ايه الضوابط دي؟ خلينا نتعرف عليها. هي طبعا عندنا عدد معين من الضوابط، الا وهي ست ضوابط للسوق في الاقتصاد الاسلامي. في ست ضوابط في السوق في الاقتصاد الاسلامي، خلينا نقولها كده ونشرح ضابط ضابط واحنا ماشيين مع بعض. اول ضابط يا شباب هو منع تداول السلع والخدمات الضاره، او تحريم تداول السلع والخدمات الضاره في الاسواق. ده ضابط بنحطه في الاسواق عشان الاسواق تبقى سليمه ونظيفه وما فيهاش سلع ولا خدمات ضاره تلحق الضرر بالفرد ولا بالمجتمع، وتحريم تداول هذه السلع. طبعا احنا عارفين امثله كثيره من السلع والخدمات الضاره زي الخمر والخنزير والمسكرات والتدخين والمخدرات والحاجات الضاره، وسواء سلع او خدمات، والربا والتمويل للربا والقمار والكلام ده كله. واكيد في السلع والخدمات الضاره دي كلها بيحرم بالقران والسنه تداولها في الاسواق. رقم اثنين يا شباب، رقم اثنين من ضوابط السوق في الاقتصاد الاسلامي منع الغش واخفاء عيوب السلعه. منع الغش واخفاء عيوب ايه يا جماعه؟ السلعه. الفهم يا جماعه وبعد كده النقاط الرئيسيه بتحتاج حفظ، انا مش عارف اقول اكتر من كده. الضابط الثاني منع الغش واخفاء عيوب السلعه. منع الغش واخفاء عيوب ايه؟ السلعه. وبالتالي ليه بنعمل الكلام ده؟ عشان نضمن عدم الحق بالضرر بالاطراف او بالبائعين والمشترين في الاسواق من وجود عيوب في السلع او الحلف الكذب لرفع الاسعار او الغش او عدم الصدق والامانه في البيع والشراء وغيرها من الحاجات اللي بتؤدي الى الغش في الاسواق. رقم ثلاثه شباب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. ايضا الضابط الثالث هو النهي عن بيوع الغرر والجهاله في الاسواق. ايوه، يعني لازم بقى تعرف هي ايه بيوع الغرر والجهاله دي، وهل في امثله على بيوع الغرر والجهاله؟ مهم جدا تعرف الكلام ده. ما هي بيوع الغرر والجهاله وما هي الامثله عليه؟ بيوع الغرر والجهاله يا جماعه هي البيوع اللي بتتصف بالخداع او عدم اليقين، اي الجهاله والتغرير بالناس. الجهاله والتغرير بايه؟ بالناس. طب ايه امثله عليها عشان نفهمها اكتر؟ اولا في مثالين على بيوع الغرر والجهاله. اول مثال هو بيع السلعه قبل اكتمال حيازتها. لذلك عشان نضبط الاسواق ها نعمل عمليه ايه؟ نهي عن بيع السلعه قبل اكتمال حيازتها. نهي عن بيع السلعه قبل اكتمال حيازتها. ليه؟ لان انت لو بتبيع سلعه مش في حوزتك ها مش عندك، ده يؤدي الى اضطراب في الاسعار واستخدامها وسيله لجني الارباح. ومن حكمه النهي عن ذلك ما قد يترتب على هذا الاسلوب من نزاعات قد تحدث بين الاطراف البائعين والمشترين وغيرها. والتدليل على كده يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا تبع ما ليس عندك، او لا يعني المسلم ما يبيعش حاجه مش موجوده عنده، لا تبع ما ليس عندك. ايضا من امثله البيوع الغرر والجهاله هي تلقي الوافدين، تلقي الركبان او الوافدين في الاسواق. وبالتالي عشان نظبط هذه الاسواق نعمل عمليه النهي عن تلقي الوافدين وهم الركبان الذين يقدمون الى السوق او على السوق من خارجه من اجل تحقيق العدل بين الطرفين. فلا بد من النهي عن تلقي الوافدين. ليه؟ لان هيحصل تلقي للوافدين هيحصل الحاق باضرار وظلم وغبن وظلم ما بين الاطراف، في طرف هيتضرر ويحصل له ظلم على حساب الطرف الاخر. ايضا يا شباب الضابط الرابع من ضوابط السوق في الاقتصاد الاسلامي الا هو
تطبيق معايير الجودة، تطبيق معايير الجودة من خلال تحليل تطفيف الكيل والوزن. والحقيقة معايير الجودة مش بتتوقف على الكيل والوزن، واحنا عارفين صورة كاملة جاءت بالوعيد للمطففين، وهي صورة المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وبناء عليه فالتحريم في التطفيف والكيل والوزن ما بيقتصرش على قصة الوزن والكيل، إن أنا أديلك كيلو أقل من كيلو أو الجرام أقل من جرام، لا، ده بيدخل في أمور أخرى. والتطفيف الكيل والوزن بيشمل أيضا، بيشمل إيه أيضا؟ هل بيقتصر على الكيل والوزن؟ لا، خدوا بالكم بقى، بيشمل أيضا الإخلال بمواصفات الجودة والإتقان في السلعة، أو إنقاص المواد الأساسية الأصلية الداخلة في تصنيع السلعة واستبدال مواد أخرى مقلدة أو رخيصة الثمن. ودي تبقى مشكلة كبيرة جدا لو اتكلمنا على إن في تطفيف في الأدوية أو غش في الأدوية. ممكن أعمل لك نفس الدواء بنفس الشكل بنفس العبوة بنفس اللون بنفس الوزن، لكن المادة الفعالة فيها غش. طب أنت مواطن عادي هتعرف الغش ده والتطفيف في المادة الفعالة؟ أكيد لا. فدي مشكلة كبيرة يعني، وهكذا في أمور وسلع أخرى كثيرة. ده كان الضابط الرابع، شباب ما بيقتصرش على قصة اللون والوزن بس، لكن بيدخل في المواد الأساسية الأصلية الداخلة في تصنيع السلعة، سواء تضع مواد مقلدة مكانها أو مواد أرخص ثمنا. دي نبقى عارفينها برضه. رقم 5 من ضوابط السوق في الاقتصاد الإسلامي هي تحريم التدخلات الغير مشروعة في الأسواق. في تدخلات ممكن تكون غير تدخلات غير مشروعة، لازم نحرمها ونجرمها. وبالتالي يسعى الاقتصاد الإسلامي إلى كفالة حرية السوق من خلال الطلب والعرض في تحديد الأسعار، ومنع أي تدخل مفتعل للتأثير على دور السوق في تحديد الأسعار. ويتضح ذلك من خلال أمثلة ممكن نقولها. إيه أمثلة التدخلات المشروعة اللي لازم نمنعها من الأسواق في الاقتصاد الإسلامي؟ عندنا في 3 حاجات من التدخلات المشروعة. أولها، ولازم نعرف كل حاجة يعني، أولها النجش، والنجش لازم ننهى عنه. النجش، النهي عن النجش. وبالتالي النجش هو إيه؟ لازم نعرفه. النجش هو تعرض الزيادة في سعر السلعة ممن لا يريد شراؤها، ولهذا نهي عنه. وبالتالي ده ممكن يترتب عليه ضرر للآخرين، لأن بيحصل النجش دوت بالتواطؤ مع شخص تربطه بيه مصلحة، وتقول له في واحد هيجي يشتري السلعة ديت مني، اعمل ان انت هتشتريها وارفع في سعرها، وفي الاخر هديك مبلغ ولا حاجة، يعني بيخدعوا الراجل اللي بيجي يشتري. وهكذا ايضا لا يطبع في مجابات بتبقى ليها ضوابط وليها الحكومة مزبطها وليها ضوابط معينة، لكن فيها حاجات عشوائية بتتم. فمش هنتكلم في الجزئية دي، بتاع الفقه بيدرسوا الكلام ده اكتر منا، وده مش مجال مهم. رقم ب يا شباب، رقم ب، عدم جواز سوم الرجل على سوم اخيه. يعني من التدخلات المشروعه برضو سوم الرجل على سوم اخيه، فده لا يجوز، لازم نمنعه من الاسواق. عدم جواز سوم الرجل على سوم اخيه ايضا يعتبر من التدخلات الغير مشروعه اللي لازم نمنعها في الاسواق، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض، او لا يسم المسلم على سوم اخيه، لان ده يحصل ضرر بالاطراف وغيره. السوم اللي هو البيع يا جماعة، سوم بيع الرجل على بيع أخيه، لا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه. يعني نفترض مثلا حضرتك أو حضرتك رايحة تشتري سلعة من السوق، والسلعة اللي أنت محتاجها ضروري، فروحت لقيت فيه أخوك المسلم أو أختك المسلمة بتشتري نفس السلعة من واحد تاني، وخلاص بيتفقوا على السعر وهيدفعوا، والصفقة هتتم خلاص. كان مثلا اتفقوا على 10 ريال، فأنت عشان محتاج السلعة تروح تبوظ الصفقة على أخوك المسلم، تقول له هاخدها منك ب10 أنا هاخدها منك ب12، ما ينفعش. ما ينفعش، سيب الأخوك المسلم ياخدها بالسعر اللي اتفق عليه وبيخلص صفقته، وانت روح دور في مكان تاني يمكن تشتريها بنفس السعر او باقل، فما تبوظش الصفقة على أخوك، لان الصفقة بتنتهي خلاص، تروح تبوظ الصفقة. زي خطبة المسلم على خطبة اخيه برضو لا تجوز. فدي تدخلات كلها غير مشروعة في الاسواق يا شباب. المزيد طبعا في كلام يا شباب مش هنتكلم فيه، جوانب فقهية مش بتاعتنا هنا، انما احنا بنعرف المعلومة المبسطة اللي بنقولها عشان ما نشتتش الناس. تحريم الاحتكار، تحريم ليه الاحتكار يا شباب؟ ده برضو الاحتكار من التدخلات الغير مشروعة في الأسواق في الاقتصاد الإسلامي، وبينا عنها الإسلام، وبينا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، بينا عن القرآن والسنة، بينا عن الاحتكار. زي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. وبالتالي الاحتكار هو ايه عموما كتعريف؟ هو تدخل بائع او اكتر، بائع واحد يعني احتكار تام او احتكار كامل، او اكتر احتكار كله، من اجل رفع سعر السلعه في السوق بقصد ان هم يفيدوا المستهلكين، ولا بقصد ان هم يضروا المستهلكين؟ بقصد الضرر المستهلكين. وبالتالي الاحتكار يا شباب ممنوع، ولازم نمنعه من الاسواق، ومن التدخلات الغير مشروعه في الاسواق، لذلك لازم نحرم الاحتكار. يبقى من التدخلات الغير مشروعه في الاسواق 3 حاجات: النجش وسوم الرجل على سوم اخيه، وتحريم والاحتكار.
منها عدم الثلاثة وعدم جواز وجود النجش سواء الرجل على صوم أخيه وعدم وجود الاحتكار. أيضا يا شباب الاحتكار لو قلنا لو الاحتكار بقى ينتشر في الأسواق في زمن المجتمعات يا ترى ده يؤدي إلى آثار إيجابية ولا آثار سلبية؟ يا ترى الاقتصاد الاقتصادية اللي ممكن يسببها الاحتكار سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة آثار كويسة إيجابية حاجات جميلة وكويسة محبوبة ولا أشياء سلبية ومذمومة وسيئة؟ سيئة سلبية. إيه هي بقى مهمة جدا ومفيش اختبار بيخلو منها؟ خلينا نعددها سريعا كده. الاحتكار لو انتشر في الأسواق يا شباب هيعمل إيه؟ الاحتكار هيؤدي إلى الأشياء التالية: ارتفاع المستوى العام للأسعار عن المستوى الطبيعي، يعني يحصل تضخم في الأسعار، الارتفاع في الأسعار مش ارتفاع طبيعي ده ارتفاع في إيه؟ تضخم. أيضا اختفاء السلع ونقص المعروض منها، السلع بتبتدي تختفي لأن المحتكرين بيخزنوها ويرفعوا سعرها وإلى آخره ضعاف أسواق سوداء. أيضا انخفاض الدخل الحقيقي للأفراد بحسب درجة الاحتكار ونسبته ومدى تعدد الاحتكار للسلع والخدمات في المجتمع. ليه؟ لأن لما الأسعار ترتفع يبقى دخلك يا فرد اللي كنت بتجيب بيه سلع وخدمات معينة ما بقاش مكفي إنك تجيب نفس السلع والخدمات، فدخلك الحقيقي اللي بتشتري بيه سلع وخدمات ما بقاش مكفي. يعني افترض أنت واخد 1000 ريال والأسعار ارتفعت نتيجة وجود الاحتكار والكلام ده. فأنت كنت بتشتري بال 1000 ريال مثلا 10 كيلو لحمة، تروح تلاقي اللحمة ارتفعت، نفترض يعني نفترض إن حصل فيها احتكار في اللحمة. تروح تلاقي بدل الكيلو كان ب 100 كنت بتشتري 10 كيلو، الكيلو بقى ب 200 فانت ما تقدرش تشتري ال 10 كيلو لان يعني الكيلو بقى ب 200 ومرتبك دخلك النقدي ثابت لكن دخلك الحقيقي ايه؟ 1000. دخلك النقدي 1000 دخلك الحقيقي 10 كيلو لحمه 5 كيلو لحمه. واضح دي يا شباب في فرق بين الدخل النقدي فلوس بتقبضها والدخل الحقيقي اللي بيعبر عنه بالسلع والخدم. واضح ماشي الصوت واضح كمان اذا كان الشرح واضح فالصوت واضح أكيد ما يعني الشرح مش هبقى واضح إلا إذا كان الصوت واضح تمام. وأيضا يا شباب الاحتكار بيؤدي إلى إهدار موارد المجتمع واستنزافها وعدم استغلال الجيد لاستغلال أمثل ليها، يعني مفيش استغلال رشيد ولا استغلال أمثل لأن المحتكر ما بيهموش يعني هو الوحيد اللي بينتج السلعة وعدد معين من الناس بتنتج السلعة فبينتج السلعة بقى أي بجودة جودة تعبانة تغليف أي كلام يغش في الوزن يغش مش عارف إيه لأنه عارف إن المستهلك مش هيلاقي حد يشتري من السلعة غير انت لان انت المحتكر لهذه السلعة وبالتالي يؤدي الى اهدار موارد المجتمع وتعطيه. ايضا الاحتكار يؤدي الى انخفاض مستوى الجودة والاتقان في السلعة المحتكرة، نفس الكلام لان المحتكر مش بيهمه اهم حاجة عنده الربح فمش هيهتم بالجودة والكلام ده لانه عارف ان المستهلك هيضطر يشتري من عنده مهما كانت درجة جودة هذه السلعة فبالتالي يحصل انخفاض في مستوى الجودة والاتقان في انتاج السلع والخدمات. ايضا الاحتكار بيعمل ايه يا جماعه؟ الاحتكار بيقضي على المنافسه، والمنافسه دي حلوه ولا وحشه؟ المنافسه حلوه لان المنافسه بتوفر السلعه بجوده عاليه وبسعر مناسب للمستهلك، اما الاحتكار بيعمل العكس، السلعه جودتها مش كويسه، جودتها رديئه وسعرها مرتفع تمام؟ وبالتالي الاحتكار بيعمل ايه بقى؟ بيقلل حوافز المنافسه المتمثله في تحسين الجوده وخفض التكاليف. ايضا من الاثار المهمه جدا السلبيه للاحتكار ان هو بيؤدي الى العديد بقى من المفاسد الاقتصاديه والاجتماعيه زي ايه؟ زي انتشار الرشوه والمحاباه وغيرها من المفاسد الاداريه والاقتصاديه والاجتماعيه. تمام يا شباب؟ طيب احنا قلنا هم 6 ضوابط في السوق في الاقتصاد الاسلامي، الضابط السادس والاخير ضابط سهل وبسيط. الضابط السادس يا شباب بيقول ايه الضابط السادس؟ الضابط السادس بيقول الالتزام بالضوابط الأخلاقية في السوق. إيش محاباة؟ يعني المحسوبية والكوسة والوساطة والكلام ده اللي بنسمع عنه كألفاظ دارجة في المجتمعات. المحاباة إن أنت بتحابي الواحد بيبقى فيه وساطة ومحسوبية والكلام اللي أنتوا أكيد عارفين يعني المستوحات دي دارجة في المجتمعات اللي بنسمعها. خلينا نقول بقى الضابط السادس والاخير من ضوابط السوق الاقتصادي الاسلامي لان هم 6 ضوابط السوق الاقتصادي الاسلامي. الضابط السادس هو ايه بقى يا جماعه؟ الالتزام بالضوابط الاخلاقيه في السوق. نلتزم يا شباب بالاخلاقيات في الدردشه وما نتجاوزش يعني. خلينا نكمل شرحنا كويس. المواد والاحترام المتبادل يكون موجود بيننا في الشات وموجود كمان في المنتديات، محدش يتجاوز ان انتوا شباب واعي وشباب يعني فاهم مصلحته كويس حريص على مصلحته. الالتزام بالضوابط الاخلاقيه في السوق في الاقتصاد الاسلامي يا شباب بيتمثل في
الصدق والامانه دي من صفات الكويسه طبعا. وكمان ايه يعني الصدق والامانه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بقى؟ التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامه. والسماحه والسهوله في البيع والشراء والوفاء بالعهود، كل دي صفات حلوه لازم تكون موجوده في الاسواق. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ رحم الله عبدا سمحا اذا باع، سمحا اذا شرى، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اكتب. فيعني الحديث ده مش موجود عندكم، يعني دي حاجات بتثبت المعلومه او بتفهمك اكتر يعني. وبالتالي الضابط السادس ده يا شباب بيؤدي الى يعمل ايه بقى؟ الضوابط بتاع الاسواق دي كلها وتحديدا الضابط الاخير ده بيعمل ايه؟ الضوابط السوق الاقتصادي السلمي بتعمل ايه؟ الضوابط دي لما بنحطها نقول في الصدق والامانة عليها حديث، الصدق والامانة الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة. اما السماحة والسهولة في البيع والشراء فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ رحم الله عبدا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى. قضى وقضى يعني يقبض فلوس ويقبض فلوس في السماحه، في البيع والشراء سماحه، في سماحه. الضوابط دي كلها يا شباب بتعمل ايه بقى؟ هل دي حلوه للسوق؟ هل دي بتنظم السوق؟ هل دي بتخلي السوق يشتغل كويس؟ هذه الضوابط بتؤدي الى زياده كفاءه السوق وتنميه الموارد وزياده الارباح واستفاده المنتج والمستهلك، الاستفاده الكامله والمثلى من الموارد. الاستفاده الكامله والمثلى من ايه يا جماعه؟ من الموارد. نيجي لنقطة تانية برضو مرتبطة بالسوق في الاقتصاد في الأسواق يا شباب. يا ترى كيف كان يتم تحديد أسعار السلع والخدمات تاريخيا؟ أنا عارف إن يعني قدامنا يعني 3 دقايق ولا حاجة وخلاص هخلص، يعني أنا مش هزيد يعني 3 دقايق بالكتير وهخلص يا شباب، ومحدش يقلق يعني 3 دقايق وأخلص إن شاء الله، واللي عايز يخرج يخرج، بس أنا 3 دقايق وأخلص. يا ترى كيف يتم تحديد أسعار السلع والخدمات في الأسواق تاريخيا؟ كيف يتم تحديد أسعار السلع والخدمات؟ تاريخين. هل كان في نظريات نشأت بتقول ان احنا ازاي نحدد سعر السلع والخدمات او قيم الحاجات السلع والخدمات تحددها ازاي؟ ايوه، بس قبل ما نتكلم على نظريات القيمه اللي هم 5 نظريات وبيتدرجوا من الاقدم الى الاحدث، النظريات دي بتتدرج من الاقدم الى الاحدث، في بنقول قبل ما نتناول هذه النظريات ويا ترى مين النظريه اللي بيوافق عليها الاقتصاد الاسلامي، هنقول الكلام ده من 5 نظريات ومتدرجه من الاقدم للاحدث، وفي نظريه معينه الاقتصاد الاسلامي بيوافق عليها ولا يعترض عليها لما بتوافق الشرع الاسلامي ولا تخالف الشرع الاسلامي في شيء. لكن خليني بقول ان اي سلعه بيكون لها قيمتين يا شباب، السلعه بيكون لها ايه؟ قيمتان للسلعه. القيمه الاولى بتسمى قيمه استعمال، والقيمه الثانيه بتسمى قيمه استبدال. قيمه استعمال اولى، القيمه الثانيه قيمه استبدال. ما هي قيمة الاستعمال وما هي قيمة الاستبدال؟ قيمة الاستعمال هي قيمة ومنفعة السلعة بالنسبة لصاحبها، وتعكس مستوى المنفعة المتحققة من السلعة لإشباع الحاجات الإنسانية، وفي نقطة جاية بقى مهمة هي جدا، وتزيد قيمة الاستعمال كلما كانت السلعة كمالية للمستهلك ولا ضرورية للمستهلك بقى؟ تزيد قيمة الاستعمال للسلعة كلما كانت السلعة يا شباب كمالية ولا ضرورية؟ ضرورية للمستهلك. تزيد قيمة الاستعمال كل ما كانت السلعة يا جماعة ضرورية. طيب القيمة الثانية من السلعة هي قيمة الاستبدال. يعني ايه استبدال؟ مفهومة دي هي قيمة السلعة مقابل السلعة الأخرى في السوق، وعادة ما تستخدم النقود كوسيلة أو كوسيط في تقدير قيم الاستبدال بين السلع وبعضها البعض. يبقى قيمة استعمال وقيمة استبدال. قيمة استعمال تزيد كلما كانت السلعة ضرورية، تزيد قيمة استعمال كلما كانت السلعة ضرورية. أما قيمة الاستبدال فهي قيمة السلعة مقابل السلعة الأخرى، وبنستخدم النقود كوسيط لتبادل السلع واستبدال السلع ببعضها وتقدير السلع واستبدالها ببعضها من خلال قيمة الاستبدال من خلال النقود. كيف بقى يتم تحديد أسعار السلع والخدمات؟ يتم تحديد أسعار السلع والخدمات من خلال يا شباب في 5 نظريات تاريخيا مرت في عصور مختلفة، وكل نظرية منهم اللي عايز يستخدم تفضل، مفيش مشكله يا شباب، البرنامج اللقاء بيتسجل وتقدر تسمعوه، مفيش حاجه بتفوتكم، وانا كلها 3 دقائق وخلص زي ما انا قلت. ال5 نظريات هنقول مجملا ونشرحهم تفصيلا يا شباب. اولا نظريه العمل، ثانيا نظريه المنفعه الكليه، ثالثا نظريه المنفعه الحديه، رابعا نظريه تكلفه الانتاج، خامسا والنظريه الخامسه وهي الاحدث وهي اللي توافق عليها الاقتصاد الاسلامي ولا تخالف الشريعه في شيء، وهي النظريه الاكثر عداله في تحديد اسعار السلع والخدمات، الا وهي نظريه ايه يا شباب؟ نظريه الطلب والعرض، نظريه المنفعه الكليه، نظريه
المنفعه، نظريه العمل، نظريه المنفعه الكليه، نظريه المنفعه الحديه، نظريه تكلفه الانتاج، نظريه الطلب والعرض، بيتدرجوا من الاقدم الى الاحدث. فالاحدث فيهم هي نظريه الطلب والعرض، وهي التي توافق عليها الاقتصاد الاسلامي، وهي التي يرى انها تحقق العداله ولا تخالف الشريعه في شيء. فالنظريات دي يا شباب خلينا نتوقف عندها، لكن احنا خدنا فكره عنها، لكن هنشرحها بالتفصيل المره الجايه ان شاء الله عز وجل في يوم الثلاثاء القادم في نفس الموعد. في نفس الموعد يا شباب نرجو الالتزام بالاداب والود والاحترام المتبادل بينكم في الشات وفي المنتديات. فكرر كلام كتير يا شباب، لكن انا اتوقف بناء على رغبتكم، بناء على ان الوقت بتاعنا انتهى، ونلتزم بالوقت مع بعض اهوت. وان شاء الله عز وجل اتمنى لكم التوفيق، ويا رب يكون اللقاء بتاع النهارده يكون لقاء مفيد بالنسبه لكم ومبسط وسهل. المره الجايه ان شاء الله هنبدا مع صفحه 38، وهنشرح نظريات القيمه اللي هم الخمسه، ونشوف ايه احدث النظريه وايه النظريه اللي بيوافق عليها الاقتصاد الاسلامي، ونكمل شرحنا عادي في الصفحات اللي بعد كده. فهنتوقف عن صفحه 38 وهي نظريات القيمه. بشكركم يا شباب، ويا رب نشوفكم احسن ناس دايما، وتحققوا كل اللي بتتمنوه من معدلات عاليه والتفوق والنجاح ليكم جميعا. وفي نهايه لقائي طبعا بشكركم واتمنى لكم التوفيق، والى ان نلتقي في لقاء حي جديد في نفس الموعد من الاسبوع القادم يوم الثلاثاء الساعه 8:30 مساء يوم الثلاثاء باذن الله. بشكركم واترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكل الناس تخرج من البرنامج يا شباب، علشان مدة تسجيل الحلقة أو اللقاء الحالي ما تطولش، الجميع يخرج من اللقاء علشان مدة تسجيل اللقاء ما تطولش وتحصل مشكلة، تمام؟ أنا بخرج الناس طبيعي، أوكي أخرج الناس كلها، لكن في ناس بتدخل وتفضل فاتحة البرنامج أو اللقاء، وده بيعمل مشكلة في إطالة مدة تسجيل اللقاء. فالكل يخرج، ونشوفكم إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل.